موضوعنا اليوم بسانتي مشاهدينا هو الـ HIV فيروس اللي ممكن يؤدي لمرض الإيدز. بالعقود الماضية سمعنا كثير عن هالمرض وقديه أدى بوفاة ملايين من الأشخاص حول العالم. اليوم صار فينا نقول رسميا بمجال الطب أنه هالمرض صار فينا نتعايش معه وما بقى يشكل خطورة الخطورة اللي كان يشكلها بالسنوات الماضية. تفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ربيع هليط. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرسي. شرفتنا. حضرتك اختصاصي أمراض جرثومية معدية وأمراض داخلية. حبينا نحكي عن هالموضوع لأنه أصبح مرض أو فيروس الـ HIV مدمن حول العالم مش بس عنا بلبنان، وحبينا نقدم هالمعلومات الجديدة للمشاهدين بلبنان وحول العالم. للمشاهدين ما بيعرفوا دكتور هليط، شو هو الـ HIV؟ الـ HIV هو فيروس بينتقل اجمالا يا باكثر الاوقات يا جنسيا يا اما من استعمال من خلال الدم، يعني استعمال ابر خصوصا عند العالم يلي بيستعملوا المواد الممنوعه او المخدرات. بشكوا ابر ذات الشخص بيستعمل هالابره، بيستعملها واحد ثاني واحد ثالث، بيكون حدا منهم حامل الفيروس، وهيدي احدى الطرق يلي بينتقل فيها. هون عبر الدم يعني بينتقل حتى الوسائل. وكمان بالجنس لانه موجود بكل شيء سكريشنز يعني السوائل الجنسيه ان كان عند الرجال او عند المراه. هو اللي موجود الفيروس فيهم وفي اكيد خطر انه ينتقل بهالطريقه. الاتش اي في يعني بسبب توطية بالمناعه بس بتصير اجمالا على مدى السنين، يعني نعم. اجمالا بالاول وقت واحد يلقى فيروس الاتش اي في بيعمل اذا شيء عوارض مثل حيلا فيروس، عوارض كثير بسيطه 100% مثل نوع جريب، يعني بيعمل حراره، وجع زلايم، شوي بينفخوا الغدد اللمفاويه بالرقبه، سعله يمكن، يعني مثل يعني عوارض بتشبه امراض عديده اخرى. صحيح صحيح. مثل حيلا فيروس بنعمله بيعملنا يعني مثلا respiratory symptoms او شيء، يعني قصص مثل انفلونزا مثل حيلا شيء غير. ولكن الفرق بينه وبين هالامراض الاخرى انه ما بيصح منها العوارض. مزبوط. الشخص مزبوط، هيدا فيروس بيبقى بالجسم وبيضله مع مرور السنين يعني بيهجم على اذا بدك الكريات البيض يلي هن دورهم يلعبوا بالمناعه والدفاع عن بالجسم ضد الالتهابات، ويعني مع مرور الوقت بخف عدد هالكروات البيضاء 100%. كرمال هيك يعني وبتوطى المناعه. مزبوط مزبوط. ووقت بتوطى المناعه لدرجه يعني نحن في عندنا CD4 يلي هن احد الكريات البيض يلي منقيسهم بمرض الاتش اي في، وقت بيوطوا تحت ال 200 ساعتها بنحكي بالايدز. نعم. يلي هو يعني تحول هالفيروس ل مرض اسمه AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome اللي هو مناعة كتير واطية. صحيح. وقتها منوصل للأيدز ساعتها هالأشخاص معرضين أنه يلقطوا التهابات على جراثيم عادة ما بتعمل، يعني إذا حدا عنده مناعته طبيعية وتعرض لهالجراثيم بيحاربها بكل السهولة وبيطلع منها بكل السهولة، حتى ما بيأثروا فيه أبدا، بينما اللي عنده الفيروس ممكن تشكل خطر على حياته 100%. 100%. نعم. عندنا وقت نكمل أو عندنا وقفة؟ عنا وقفة قصيرة وبنرجع مشاهدينا. حديثنا اليوم بسانتي مع الدكتور ربيع هليط، موضوعنا هو الـ HIV فيروس وكيف ممكن يتحول لمرض الإيدز. حكينا عن شو هو هالمرض، مين عنده استعداد أكثر دكتور؟ اللي عنده استعداد اكثر هن اللي يعني اللي بالبدايه بيكون عنده مناعه واطيه عنده استعداد اكثر ما قال عليها، يعني هو اذا يعني تعرض من خلال الطرق اللي ذكرناها. صحيح. تلقائيا رح يلقى. اكيد يعني الطرق مثلا وقت عم نحكي جنسيا في انواع الجنس يلي بتتمارس كمان بتزيد خطر، يعني الانال سكس اكيد اكثر خطر من الفاجينال او من الاورال سكس. نعم. الجنس الفموي بس اكثر خطر، يعني كرمال هيك يعني اللي الناس مثلا الرجال يلي بيناموا مع رجال كمان هو اللي عندهم. نعم. خطر اكثر من غيرهم. حتى اذا استعملوا بروتكشن يعني معرضين؟ نو، هلا الكوندومز البريزرفاتيف او الواقي الذكري اكيد بخفف تقريبا لحديد فينا نقول 99% من خطر انتقال الفيروس. كرمال هيك نحن دائما كاطباء وك يعني بنشتغل بالطب وبالمستشفيات بننصح هالمرضى انه او هالعالم دائما يستعملوا الواقي الذكري بغض النظر شو نوع الجنس اللي عم يتمارس. لحتى لانه يعني ما بيعرف الشخص الثاني انه شو ممكن يحمل من امراض او فيروسز، يعني كوقايه تامه من الناحيه الجنسيه لازم. صحيح. يستعمل.
صحيح دائما على يعني بكل الاوقات لحتى نعم. يعني واهم شيء نحن هلا اللي عم نركز فيه بعلاج الاتش اي في مش بس انه العالم يعيشوا حياة طبيعية بس كمان نمنع انتقال هالفيروس من هالأشخاص ليعدوا أشخاص تاني انتشار هالمرض صحيح. أكثر صحيح. هل هالفيروس بينتقل عبر السلايفا؟ نو الريق؟ يعني الـ quantity of the virus بالسلايفا is تقريبا كتير 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 ضئيلة يعني منا كافية لحتى ينتقل بالبوصة العادية لا أبدا بس بدك كمية كرمال هيك يعني بالبوصة العادية أو مثلا إذا عبطنا شخص معه HIV سلمنا عليه جا ريق جا يعني هذه من المفاهيم الخاطئة إيه 100% أبدا ما في خطر يعني ولا ظلموا كتار المصابين بهالفيروس انعزلوا عن بقية أفراد المجتمع صح ما في خطر أبدا بال... ففينا نكون حول هالأشخاص أكيد. نعيش مع هالأشخاص أكيد. نكون قريبين من هالأشخاص إلا عبر هالوسائل اللي ذكرناها ما بيقدر يلقطوا هالفيروس أو هالمرض صح. وحتى كمان يعني هلأ العلاجات الموجودة للإتش آي في صار عندنا تقريبا فوق ال 20 أو 25 دواء موجودين بالإتش آي في والموجودين بالوزارة أكتريتهم وبتأمنهم بي يعني فور فري لكل العالم نعم. دكتور هليط هالمرض أو هالفيروس ظهر بأوائل الثمانينات هل من وقتها لليوم قدرنا نحدد شو السبب أو مصدر هالمرض؟ هلا يعني في عدة قصص أو theories إيه بينقال إنه تبلش من السعدين يعني نعم. الفيروس كان موجود أول شيء بالشمبانزيز بالقارة الأفريقية بأفريقيا بسنترال أفريكا تبي يعني على المزبوط ومن وراء صار ينتقل هالفيروس انتقل من الحيوان للإنسان وبلش ينتشر وأكيد بأفريقيا بعد في كتير حالات اتش اي في لأنه هونيك ما عندهم يعني الموارد والتوعية كمان أول شيء التوعية تاني شيء المصاري الكافية ليأمنوا هالأدوية لحتى يقدروا ياخذوها ويعالجوا مرض الاتش اي في نعم العوارض غير اللي ذكرناها موجوده كمان يعني هلا. عوارض الجريب اللي نحن بنعرفه اجمالا هول اجمالا بيصيروا بس بالاول يعني من بعدها المريض اللي بيصاب بالاتش اي في بيضلوا تقريبا حوالي بمعدل 10 سنوات ما بيحس ابدا بشيء يعني صامت مظبوط بيكون حامل الفيروس بيعدي غيره بس بيكون هالمناعة عم تنزل شوي شوي وهيدي خطورة هالمرض صحيح صحيح لأنه ما بيكون ممكن تمرق سنين وما تظهر هالعوارض وبهالوقت بيكون الشخص نقله لعدد كبير من الأشخاص إذا ما كان صح. واعي على الأمر صح ولبين ما يوصل على الإيدز وقتها بيطوط المناعة كتير عنده ليبلش يلقط هالالتهابات يلي بتصيب اللي عنده المناعة واطية ساعتها ببلشوا العوارض وساعتها من يعني نحن دايما أصلا كمان منقول للناس يلي عندهم يعني بيمارسوا الجنس صح أو أكثر من شريك واحد مزبوط بيعملوا بالقليلة مرة بالسنة فحص الـ HIV هو فحص ماشي فحص دم صغير بينعمل وهذا التشخيص بعده هو ذاته فحص دم وعم نفتش على هالفيروس بالذات يعني بدقيقة واحدة بيعطي دم وممكن يعرف النتيجة سريعا هو بينعمل في فحص بيطلع بتقريبا بثلث ساعة لنص ساعة هيدا الفحص الأولي إذا طلع بوزيتيف بينعمل من الكونفيرماتوري تيست لحتى نأكد يعني في كذا تيست بينعملوا هل في فحوصات كمان بتأكد يعني قد ايه تطور المرض بجسم الانسان؟ نعم فينا يعني هو اللي حكينا عنه السي دي 4 كاونت فينا نشوف قديش كميه الفيروس يعني بالرقم كان بالالاف او بالمئات الالاف بيطلع لنا رقم بنقول له الفيرال لود يعني هو عدد الفيروس الموجود بالدم نعم هلا الخبر اللي بيطمن دكتور هليط انه مثل ما ذكرت قبل شوي صار في اكثر من 20 دواء كعلاج لل HIV فيروس او هو للفيروس او للايدز ديزيز هو للفيروس هو يعني بيتوجه الادويه يعني العلاج بينعطى لما الشخص بيتشخص بالفيروس مش بننطر حتى يصير معه ايدز تنعالج العوارض هلا كل الريكومنديشنز برا بامريكا باوروبا عم بيتجهوا انه اول ما واحد يصير معه تشخيص الـ HIV نبلش له علاج أول لسببين أول سبب أنه منحافظ له على مناعته على فترة أطول تاني شيء وقتها من بخف هالفيروس بقلب الدم ما بيعود بتخف العدوى وما بيعود يعدي يعني شخص يعني عم ياخذ دواء احتمال اقل بكثير انه يعدي الاخرين مزبوط وحتى في ناس اذا اخذ الدواء حتى في ناس هلا عم ياخذوا ادويتهم معهم اتش اي في فيهم يتجوزوا وعم بيجيبوا اولاد يعني هالقد صار مرض الاتش اي في مثل مرض مزمن بيتعيش معه الشخص بياخذ حبه منها في ادويه طب كيف ممكن ما يعدي زوجته او زوجها دكتور هليط ما بيعدوا بعضهم لانه اذا في حال اخذ دواء
بيصير الكمية يعني الفيروس. نحن شو عم نعمل؟ ما فينا نقتل الفيروس الـ HIV، فينا نمنعه يتكاثر. كيف بيشتغل على هالفيروس؟ فينا نمنعه يتكاثر، يعني بتوقفوا التطور. صحيح، ما بيعود يتكاثر بالجسم، ما بيعود يعني يعمل ريبليكيشن، يزيد عدد 100% عدد وما بيعود يزيد. بيصير بيوصى يعني ما بيعود ببين بفحص الدم، بقى بيصير خطر الانتقال من شخص لشريكه كتير كتير ضئيل، منه صفر. نعم. برجع بشدد انه مش حدا عم ياخذ، ولكن الريسك هي اقل بكثير، اقل بكثير يعني كلوز تو زيرو، بس اتس نوت زيرو. فاذا الاشخاص المصابين بالفيروس عم يقدروا يتجوزوا ويعيشوا حياه شبه طبيعيه. مزبوط. تزوجوا والامراه اصبحت حامل. نعم. اذا هي منا كارير، قد ايه في احتمال انه الطفل يكون حامل كمان هالفيروس؟ اذا هي ما لقطت الفيروس ما في خطر أبداً. ما في خطر ابدا على البيبي. صفر. وفي حال هي مصابة بالفيروس وبدها تجيب ولد، كمان بدها تكون عم تاخذ الأدوية، يعني إذا منا ويل كنترول، منا مسيطر على الفيروس الـ HIV، منا عم تاخذ أدويتها، خطر كتير كبير إنه تنقله للبيبي تبعها. بس إذا عم تاخذ يعني إجمالا بتنقله للولد الأم. أكيد أكيد، هيدي إحدى الحالات يلي كمان بينتقل فيها الفيروس. بس كمان كل مرة حبلي إذا بتاخذ الدواء تبعها وبتسيطر على فيروس الـ HIV، الخطر إنه تنقله للبيبي تقريبا بيصير صفر. نعم. لما بيتحول الـ HIV فيروس لإيدز، شو خياراتنا هون دكتور هليط بالنسبة للعلاج؟ هو ذاته؟ العلاج هو ذاته، لأنه العلاج وقتها مثل ما قلنا أنه عم نمنع هالفيروس يتكاثر، نرجع منحسن المناعة. يعني في أشخاص بيكونوا وصلوا لمرحلة الإيدز، فينا نرجع نطلعهم منه. يعني هون بدنا نسيطر أولا على نسبة الفيروس الموجودة بالجسم. مزبوط. بالإضافة لمعالجة العوارض اللي بتظهر من الإيدز. صح صح. يعني في ناس بيلقطوا التهابات، يعني هون في مجموعة أدوية أو مجموعة أكثر من علاج. مزبوط. يعني اللي بيوصل لمرحلة الإيدز نعطيهم أدوية أنتيبيوتيك مثل حماية لما يلقطوا الالتهابات يلي بنلقطها بمرحلة الإيدز. بالسنوات الماضية لما كنا نسمع بمرض الإيدز أو الـ HIV فيروس، تلقائيا بنعتبر أنه هذا حكم إعدام، خلص انتهت حياة الشخص. هالشيء صحيح اليوم؟ نو. هلأ في كل الدراسات عم بتدل أنه كل شخص بياخد دواء عم بيعيش حياة طبيعية. يعني عملوا دراسات كتير على ألاف وألاف المرضى، ناس معهم HIV، ناس ما معهم HIV وعندهم زيت الأمراض، إن كان سكر إن كان ضغط. نعم. وتبعوهم على مر السنوات، هالأشخاص يلي عم ياخدوا دواهم معهم HIV عم بيعيشوا زيت عدد السنين يلي. نعم. عم بيعيشهم شخص ما معه HIV. الوقاية دكتور هليط اللي هي يمكن أهم شيء بدنا نوصل أكيد. اليوم للمشاهدين، نحن دايما 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 منشدد على استعمال الوقاية الذكري أو البريزرفاتيف، يعني هيدي لازم تصير بكل حالة جنسية، خصوصا عند يلي يعني يلي منن مع بارتنير. نعم. واحد، يعني منن مجوزين أو مع بارتنير واحد. هلا شغلة تانية كمان، وقت بيصير بتبرع دم بالمستشفيات، كل حدا بيجي بيتبرع بالدم بينعمل له تيست على الدم ليتاكدوا انه ما في HIV وكمان غير امراض مثل هيباتيتس بي والهيباتيتس. نعم. سي. بس مننبه كمان العالم اللي عم يتبرعوا بالدم انه فيروس الاتش اي في ما ببين بفحص الدم الا لبعد مرات جمعتين او ثلاثه او حتى اربع. نعم. اسابيع ليبين بفحص الدم. يعني دائما اصلا بينسالوا هالعالم انه هل في كان علاقه او شيء، بيعرفوا على شو يفتشوا 100%. بقى هول العالم يلي مش مثلا عاملين علاقه من اقل من جمعه بدون حمايه، هول مش لازم يتبرعوا بالدم، لانه اذا نتفحص دمهم ما بيكون بعد بين فيروس الاتش اي في، وفي عم بيعرضوا غيرهم للخطر. فالوقايه اساسيه انه الشخص كمان يحمل مسؤوليه تصرفاته ويفحص حاله من فتره لاخرى حتى على الصحه السليمه. شكرا لهالمعلومات دكتور هليط، واهلا وسهلا فيك، بتمنى لك بقيه نهار ممتع. ولكم كمان مشاهدينا نهار ممتع مريح وبعيد عن عجقات السير. اليوم الجمعه ساعات قليله وبيبدا الويكند، ان شاء الله تكونوا محضرين احلى المشاريع مع كل اللي بيعزوا على قلوبكم، وما تنسوا برامج الام تي في اللي كمان بتحلى اكثر خلال الويكند. بنشوفكم بكره، الى اللقاء.